وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما الرد على من يقول أن الإيمان في القلب وليس في المظاهر؟ هذا كلام مجمل. نعم، الإيمان بالقلب ما هو بالظاهر فقط، ولكن إذا كان الإيمان فيه قلب صلحت الجوارح، وقر في القلوب. الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، يقول الحسن البصري رحمه الله. فصلاح القلب وإيمان القلب يظهر على الجوارح. أما من كان يلخبط ويخبط ويعصي الله، هذا دليل إما على ضعف إيمانه، وإما على أنه ليس في قلبه إيمان. نعم.